مشاهدي قناة المغربية، سعد الله مساءكم وأهلا بكم معنا في هذه الجولة الصحفية لأهم العناوين الصادرة هذا الصباح في الصحافة المغربية، ونستهلها بالصحافة الجزائرية. ومع العناوين: جريدة البلاد، إنزال للبطالين والجامعيين على صالون التشغيل، قروض ومئات مناصب العمل في المزاد، آلاف السير الذاتية أودعها الباحثون عن العمل بقصر المعارض، مافيا العقار تستولي على هكتارات الأحياء القزدرية، وللجزائر زوخ يأمر بمقاضاة سماسرة الصفيح، عصابات تشيد بيوتا قزدرية من جديد وتبيعها للمهاجرين الأفارقة، فضيحة بالمدرسة الجزائرية الدولية بباريس، المديرة تقصي تلميذة بسبب أدائها الصلاة وترفض تدخل السفير وتصر على طردها، أسواق المواشي مغلقة لشهر آخر والموالون يصرخون أنقذونا من الإفلاس. الجزائر: أنصار بوتفليقة يعودون هذا الأسبوع في اجتماعات تحضيرية للحملة المسبقة لصالح ترشحه. ولاية الجزائر تعلن حرباً على سماسرة البيوت القزرية، والبرد في المدارس الابتدائية يحرك بدوي. الرائد: الجزائر مجبرة على التخلي عن رسوم الاستيراد بداية 2020 بسبب دخول اتفاقية التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي حيز تطبيق. أطباء يحذرون من استعانة التلاميذ بالأدوية المقوية للدراسة لأنها تسبب خللاً في الهرمونات والمناعة. مترشحون بالعشرات للرئاسيات وترقب للعهدة الخامسة. بدوي يتعهد بدراسة جميع الانشغالات الخاصة بالتدفئة على مستوى المدارس، وأكد أنه سينقلها للهيئات المركزية والمحلية لمعالجتها في أقرب الأجال. 689 موقع مهدد بالفيضانات و130 باللون الأحمر. أمطار عنابة وحدها تعادل تساقط 51 يوماً. هلاك امرأة ورضيعتها اختناقاً بغاز أحادي أكسيد الكربون بتبسة، فيما تم إنقاذ 5 أشخاص في عمليات متفرقة. الشروق اليومي: الحسابات البنكية للجزائريين بالخارج تحت الجرد والمراقبة. البنك المركزي يراسل البنوك والمؤسسات المالية بالعواصم الأوروبية. رفض فتح أرصدة بنكية لغير المقيمين في هذه الدول بصفة نهائية. الالتزام بالقانون المنظم لحركة رؤوس الأموال لمنع تهريب العملة الصعبة. قصة مهري مع الفيس ورحيل الشاذلي في الذكرى 7 لوفاته. خفايا الحكيم على شروق نيوز الليلة. عودة أيت أحمد وبن بلة وبوضياف وحل البرلمان. هكذا أقنع مهري بن جديد بالتصالح مع المغضوب عليهم. بالخادم يصرح أن مهري ليس خائناً، وهذه علاقته بسانتي جيتيو. 689 موقع مهدد بالفيضانات، خطة استعجالية لتهديم بنايات الموت وإنقاذها من الغرق. المشوار السياسي: خبراء يستقرئون مآلات الإجراءات الأخيرة حول المنتجات المستوردة ويؤكدون الرسوم الإضافية ستلهب الأسعار. هل ستصبح الماركة حكراً على أصحاب الشكارة؟ تتساءل الجريدة. المستهلكون متخوفون من ارتفاع الأسعار، ومتعاملون اقتصاديون يتنفسون الصعداء. رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قويدر في حوار للسياسي حول ظاهرة الحرقة يطرح مقترحات للحد من ظاهرة الحرقة. بوشارب يؤكد لسفير فرنسا بالجزائر: لا يمكن التفريط في جماجم الشهداء. 14 حزباً يدخل غمار رئاسية 2019، فيما يعرف عدد الأحرار تصاعداً غير مسبوق. بعد اندلاع أزمة فنزويلا أسعار النفط تعود للانتعاش.
وزارة الموارد المائية تدق ناقوس الخطر 700 موقع مهدد بالفيضانات، وخطة استعجالية للتكافل ب 133 منطقة عالية المخاطر. الخبر: أسعار السلع المستوردة ستلتهب بعد إخضاعها للرسم الإضافي. اللواء المتقاعد علي غديري المرشح للانتخابات الرئاسية في حوار للخبر: أراهن على طوفان شعبي يوصلني إلى المرادية. وزارة الفلاحة تلتزم الصمت رغم ضغط الموالين والبياطرة، لقاح طاعون صغار المشترات لم يصل بعد. 30,000 حافلة خارج القانون، ومنظمة الناقلين الخواص تدعو للتحقيق في استيرادها. ليبرتي: Il aggraverait la crise économique et renforcerait le pays dans l'impasse politique. Cinquième mandat, une aventure à haut risque. لمناقشة أبرز هذه العناوين مشاهدينا معنا من الجزائر الأستاذ فريد مختاري رئيس حزب قوة الجزائر. بعد الترحيب بك أستاذ فريد، معالم العهدة الخامسة يبدو أنها بدأت تتضح وبدأت تكون يعني واضحة للعيان، من أي يعني ما هي قراءتك لهذه العناوين أستاذ فريد، خاصة أن جريدة ليبرتي نشرت مقال يحذر من خطورة العهدة الخامسة اقتصاديا وسياسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذة سمية، تحية لك وإلى المحطة المغربية، ضيوفك الكرام وإلى مشاهدي القناة. فعلا أستاذة سمية، ما لاحظناه من خلال العناوين اليومية على كل حال المتداولة على صفحات الجرائد الورقية أو الإلكترونية لا تبشر بالخير على الإطلاق: فيضانات، مدارس بدون تدفئة، بدون إطعام، سكنات هشة، مواقع لمواقع التصدير ينقض عليها مافيا العقار، وغيرها من العناوين التي لا تبعث إطلاقا على التفاؤل وعلى أن الجزائر مقبلة على مستقبل باهر. بالعكس، الجزائر الآن هي في ظلمة حالكة، ومع ذلك أنصار هذه السلطة لا زالوا يطلون علينا بوجوههم التعيسة ويبشرون الشعب الجزائري بسيناريو كارثي، بسيناريو خطير على الشعب الجزائري، على مؤسسات الدولة الجزائرية وعلى وجود الدولة الجزائرية أصلا، وهي العهدة الخامسة لرجل مقعد، رجل غائب تماما على الساحة الوطنية والساحة الدولية منذ سنوات، رجل لم يخاطب شعبه منذ سنوات، ومع ذلك يصر هؤلاء سياسيين أو أشبه سياسيين بالدفع إلى عهدة خامسة. ومع ذلك يبقى بصيص الأمل موجود من خلال الوطنيين، من خلال الرجال الذين يبحثون على إنقاذ الدولة الجزائرية بالوسائل السلمية. أستاذة سمية، في كثير من المحطات من خلال قناة، وهنا أشكر قناة المغاربية التي تبقى هي القناة الوحيدة التي تفتح لنا المنبر لكل أحرار وكل وطنيين، علما بأن هناك طور إعلامي وسياسي مضروب على الوطنيين ومضروب علينا داخل الوطن، ومع ذلك تبقى قناة الوطنية هي المتنفس الوحيد. إذا من خلال ما لاحظناه من الوطني، من خلال تناكم، كنا في أكثر من مرة ونتكلم هنا بالدارجة، في أكثر من مرة تكلمنا خلال قناتكم، قلنا باللي ممكن يكون هناك رجال وطني، يكون هناك بصيص أمل لإنقاذ الدولة الجزائرية. نحن الآن في موضع البصيص الأمل، ونحن الآن نقبض بأيدينا على هذا البصيص ونحاول نبعث به لتنفيذ مخططين لإنقاذ الدولة الجزائرية. تعرف أستاذة سمية وتعرف المشاهدين الكرام بأننا لدينا خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول هو التوجه إلى الشعب وتوجيهه نحو المواجهة، مواجهة هذه السلطة الكائنية التي لن تتردد إطلاقا في قمع الشعب الجزائري في حمام الدماء حتى تبقى في السلطة. والخيار الثاني هو العمل السياسي الجاد، وكنا نقول بأننا لابد أن يكون لنا رجال وطني مخلصين يتقدمون لمواجهة هذه السلطة بالعمل السياسي الجاد. الآن أمامنا أخ وصديق وهو لواء المتقاعد الإخبيري، هو بالنسبة لنا مكتشف وبالنسبة لنا مواطن وطني يريد إنقاذ الدولة الجزائرية، وعلينا الآن ألا نتردد إطلاقا في الوقوف إلى جانب هذا الرجل، لأنه يقول
ويخاطب الشعب الجزائري بنفس الخطاب الذي نخاطبه به، ويعد الشعب الجزائري بإنقاذه من هذه الأزمة من العهد الخالصة من هذا الأصول الذين استودعت الجزائرية. إذا عملنا الآن نعم أستاذ، عمل كثير من الوطنيين هو التوجه لإنقاذ الدولة الجزائرية. أستاذ فريد مختاري، معذرة على المقاطعة، يعني في النقطة هذه بالذات، يعني تحدي علي غديري أمام الجيش، أمام مؤسسة الجيش، وما أدراك ما مؤسسة الجيش، أنت تعرف ذلك، تحديه في هذا الوقت بالذات، وظهوره في هذا الوقت بالذات، ويعني تصريحه في جريدة الخبر الذي يقول أراهن على طوفان شعبي يوصلني إلى المرادية، هذه الثقة الزائدة، يعني ما سر هذه الثقة أستاذ فريد؟ أستاذ سمي، حتى أصحح هذه المعلومة. نعم. كنت حاضر من خلال ندوة فوروم ليبرتي، وكلام المترشح علي غديري كان واضحا. الرجل لا يتحدى مؤسسة الجيش، بمعنى التحدي أنني أواجه مؤسسة عسكرية. مؤسسة الجيش مؤسسة وطنية، مؤسسة كل الجزائريين، وهي مؤسستنا جميعا، لا يمكن لنا بأي شكل من الأشكال أن نتحدى مؤسسة الجيش. بالعكس، هي المقصود من كلامي أن اللواء الغديري أو المترشح الغديري يتكئ ويستند مباشرة على الإرادة الشعبية لمواجهة الفساد، وهذا الخطاب الذي نادينا به منذ زمان. ومواجهة الفساد لا تكون إلا بالإرادة الشعبية، معناتها القوة الحقيقية التي يرتكز عليها المترشح علي غديري ونرتكز عليها نحن كوطنيين، وعملنا سوف يكون في الميدان مع الشعب الجزائري، أننا نرتكز على الجزائريين، نرتكز على الوطنيين، نرتكز على المخلصين لهذا الوطن الذي مطلوب منهم هدة وطنية لمواجهة الفساد. مطلوب منا اليوم، رانا نقولوا باللي هذا النظام، هذا السلطة، هذه سلطة تاع السراقين، سلطة وصلتنا للموحال، سلطة ادت البلاد الأشياء غير مقبولة، راح تحطمنا بلادنا، حطمتنا شعبنا، حطمتنا شبابنا، لازمنا لهم نوقفوا وقفة رجل واحد. إذا المترشح اللي غديري راه يوعد باللي سوف يحدث التغيير المنشود لإنقاذ الوطن، بالضروري احنا كوطنيين لن نتردد، ولن يتردد الشعب الجزائري الوقوف ويعطيه هذه القوة. وقوة الشعب الجزائري بالتأكيد هي القوة الأولى في الدولة الجزائرية، لا تضاهيها لا قوة الجيش ولا قوة السلطة ولا أي قوة أخرى. إذا تحالف المترشح الغديري هو تحالف مع الشعب الجزائري ومع الوطنيين وفقط. نعم أستاذ فريد مختاري، عنوان بارز أيضا في صحافة اليوم، عنوان اقتصادي: أسعار السلع المستوردة ستلتهب بعد إخضاعها للرسم الإضافي، وخبراء اقتصاديون يستقرؤون مآلات الإجراءات الأخيرة حول المنتجات المستوردة، يؤكدون أن الرسوم الإضافية فعلا ستلهب الأسعار. ما تحليلك الاقتصادي أستاذ فريد؟ أستاذة سمية، حتى خطابنا الآن هو عبر قناة فضائية يستمع إليها ملايين الجزائريين، خلي الخطاب نتاعنا لازم يفهموه الشعب الجزائري. السلطة هذه تراوغ الشعب الجزائري وتراوغ الطبقة السياسية، تكذب علينا هذه السلطة هذه من خلال إعداد قانون المالية ل 2018. كانوا يكذبوا علينا، قالوا لنا باللي هناك تسهيلات، بأن الأمور سوف تكون، بأن الجانب الشرعي راح تحمي هذه السلطة الفعلية، لكن إمكانيات الدولة الجزائرية لا تسمح بهذا الهراء، ولا تسمح بهذه الأحمال الأحلام اليقظة. الحقيقة مرة تقول بأنه خلال القانون المالية التكميلي الذي سوف يكون بالتقريب خلال جوان 2019 سوف يحدث الفزع في الشعب الجزائري، لأن السلطة الفعلية سوف تعود إلى المعايير الحقيقية، لأن خزائن الدولة الجزائرية قد تم استهلاكها ونهبها، وبالتالي سوف يخضع المتسبب المتضرر الأول والأخير هو الشعب الجزائري والطبقات الضعيفة. هذه السلطة تكذب علينا، السلطة منذ سنوات احنا نقول بالسلطة كذابة، سلطة تاع الراقين، سلطة تاع مختلسين، سلطة تاع ناس ما عندها حتى شرف، الشرف نتاعهم الوحيد الآن هو البقاء والحفاظ على مصالحهم بأي وسيلة كان. الذي سوف يدفع الثمن هو الشعب الجزائري من خلال الضغط الذي سوف تمارسه السلطة الفعلية بعد مرور الانتخابات وبعد مرور عهداتهم الخامسة، لكن هيهات سوف يقف الشعب الجزائري في وجه العهد الخامسة، في وجه هذا البرنامج الخطير الذي سوف يحطم الجزائري. لن نرضى إطلاقا بأن تتحطم الجزائر ونحن واقفون.
تتحطم الجزائر نموت مع الجزائر. لن تتحطم الجزائر ما دام فيها رجال مخلصين، ما دام فيها رجال وطنيين سوف يقفوا في وجه هذه العصابة التي استولت على الحكم بطرق الدستورية. العهدة الخامسة قانونيا هي عهدة غير قانونية. نعم. مستحيل لهذا الرئيس أنه يتقدم لعهدة خامسة. لازم ينساو نهائيا بأنهم سوف يغتصبوا هذا الدستور، ما نخليهمش يغتصبوا هذا الدستور، وإذا اغتصبوه راح نواجههم في الميدان، وراح نكونوا مع الجزائريين في الميدان، مع الوطنيين المخلصين، نواجه هذه العصابة. نعم. ويستدعى الأمر أننا نقف في كل أمام كل صندوق، نضع مواطن، نضع مخلص، نضع مناضل لحماية الصندوق وحماية الاقتراع، سوف لن نتردد في ذلك. وأقول تصريح المترشح الإقليمي عندما كان يقول هناك طوفان شعبي، رجل لا يكذب، هناك طوفان شعبي حقيقة يقف مع الرجال المخلصين. نعم. وفي مقدمتهم المترشح الإقليمي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فريد مختاري رئيس حزب قوة الجزائر، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في قراءة أبرز عناوين الصحافة الجزائرية. والآن مشاهدينا إلى تونس وقراءة في أهم ما جاء من عناوين مع الزميل غفران الحسيني. مرحبا غفران. مرحبا زميلتي سمية، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الشروق التي سلطت الضوء على الاجتماع الذي انعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بين يوسف الشاهد وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل، يتقدمهم الأمين العام نور الدين الطبوبي، حيث عنونة الشروق فرصة الأمل الأخير. وتابعت الصحيفة أن اجتماع اليوم سيكون الفرصة التي تنتظرها البلاد بأوليائها وأساتذتها وتلاميذها لإخراج البلاد من أزمة التعليم التي تواصلت مدة أشهر، خاصة بعد وصول المفاوضات بين الاتحاد وبين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى طريق مسدود. اعتبرت الصحيفة أن الأرضية التي على الحكومة والاتحاد أن ينطلقا منها أن الجميع يرفض أن تكون هذه السنة سنة بيضاء بلا امتحانات وبلا أعداد، واليوم هو اللقاء الذي كان مصيريا لحل أزمة التعليم، إلا أنه زميلتي لغاية هذه اللحظة لم يصدر أي شيء عن مخرجات هذا اللقاء وما تم التوصل إليه. ننتقل الآن إلى صحيفة المغرب تحت عنوان وأخيرا. كتبت الصحيفة أنه بعد خير بسنة كاملة عن موعد التجديد الثلاثي وبعد أكثر من نصف سنة من الأزمة المفتوحة داخل هيئة الانتخابات التي أدت إلى استقالة رئيسها محمد تليلي المنصري، ها أن مجلس النواب الشعب يتمكن أخيرا من اختيار ثلاثة أعضاء جدد للهيئة وانتخاب لنبيل بافون كرئيس جديد لهذه الهيئة بعد مفاوضات عسيرة أدت إلى توافقات على المعطيات التي تشير إلى أن الغالبية العظمى من الكتل والنواب قد التزموا بها. تابعت الصحيفة لكي تطوى الأزمة لابد من أن تنكب الهيئة بتركيبة معدلة ورئيسها المنتخب الجديد على الإعداد الجيد للانتخابات منذ اليوم للمواعيد القادمة الهامة التي ستعيشها البلاد نهاية هذه السنة، وأن يتصرف أعضاء مجلسها التسعة باعتبارهم فريقا متكاملا ومتضامنا أن أعطى له الدستور مهمة مركزية وهي تنظيم الانتخابات الوطنية في كاملية البلاد. نختم جولتنا بصحيفة الصباح مجلس الوزراء يدعو إلى تطبيق القانون في أزمة الثانوي. نقلت الصحيفة دعوة مجلس الوزراء أمس المنعقد برئاسة الحكومة وبشراف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد تداوله الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. طالب مجلس الوزراء بعد أن استعرض نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي إلى النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي تربط الوزارة بنقابة التعليم، وقد دعا مجلس الوزراء إلى تطبيق القانون على كل من يخالف، وقد يصل الأمر إلى اقتطاع الأيام غير المنجزة للأساتذة المضربين منذ عدة أسابيع. هذا زميلتي سمية تقريبا أبرز ما تم تناوله في الصحف التونسية التي صدرت هذا اليوم.
أشكرك جزيل الشكر الزميلي غفران الحسيني على هذه القراءة في أهم العناوين التونسية. والآن مشاهدينا إلى المغرب وقراءة في أهم ما جاء من عناوين مع الزميل نبيل عبداللوي. مرحبا نبيل. مرحبا بك زميلتي سمية وبجميع السادة المشاهدين. استعراضا لأبرز عناوين الصحف المغربية لهذا اليوم، ونستهل هذه الجولة بيومية الأحداث المغربية. حزب الاستقلال بلوكاج جديد، حيث دخل حزب الاستقلال على خط الأزمة التي تعصف بالتحالف الحكومي بعد تقاذف الاتهامات بين الحليفين التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية في قضية التجار الصغار. ووصف قادة الميزان التحالف الحكومي بالمزاجي والغارق في الأنانيات وصراعات الزعامات. واعتبر بلاغ للجنة التنفيذية عقب اجتماعه أول أمس الثلاثاء أن التحالف الحكومي يعيش حالة بلوكاج جديدة، مبرزا أن الارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية أدت إلى حالة بلوكاج حكومي جديد وما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حد ما جاء في البلاغ. في ذات اليومية دائما، بعد 3 سنوات المطارات بالمغرب تفتح أبوابها لغير المسافرين، حيث قررت السلطات الأمنية فتح أبواب المطارات في وجه مرافق المسافرين. وكشف مصدر مسؤول للأحداث المغربية أن القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من أول أمس الثلاثاء، حيث بات بإمكان أقارب المسافرين سواء عند رحلات الذهاب أو الإياب مرافقتهم حتى البهو العام المتاخم لبوابة الإركاب، كما يمكنهم الاستفادة من المرافق الموجودة بالمطار من قبيل المطاعم والمقاهي ومحلات التسوق. ويأتي هذا القرار بعدما أغلقت المطارات في وجه المرافقين في إطار خطة أمنية وضعتها السلطات المغربية منذ 3 سنوات تشديدا للرقابة على مطارات المغرب بعد الأعمال الإرهابية التي شهدتها مطار بروكسل قبل 3 سنوات. نتحول إلى يومية المساء. اللجنة الاستطلاعية حول المقالع تستجوب وزير الفلاحة والصيد البحري أخنوش والوزير أعمارة والوزير الرباح، استعانت بجيولوجيين ومختبرات عمومية لفحص جودة الرمال. في ذات اليومية دائما، الاستقلال للعثماني، حكومة عقاب المواطنين تواجه بلوكاج جديد بسبب خلاف مكوناتها. قال إنها حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة. نتحول إلى يومية الاتحاد. إنفلونزا الخنازير تقتل رضيعا وتدخل شابا ومسنين إلى العناية المركزة بالدار البيضاء. الفيروس عاد بشكل قوي مقارنة بالسنوات الفارطة، ووزير الصحة أنس الدكالي يقر أخيرا بتسجيل 80 حالة لإنفلونزا الخنازير بالمغرب. والحمى القلاعية تتسبب في إغلاق أسواق البهائم والمواشي، حيث صارعت السلطات الإقليمية بكل من فقيه بن صالح وسيدي بن نور وإقليم خريبقة إلى إصدار قرار بإغلاق أسواق المواشي بمجموع تراب هذه الأقاليم لمدة 2 أسبوع كإجراء وقائي لمواجهة الحمى القلاعية التي تفتك بالقطيع المغربي. نختتم هذه الجولة الصحفية بيومية رسالة الأمة. الأمم المتحدة 13,000 مغربي وصلوا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية سنة 2018، حيث كشفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن احتلال المغاربة صدارة المهاجرين الذين وصلوا خلال السنة الماضية بطريقة غير شرعية إلى التراب الإسباني، وذلك عبر البحر الأبيض المتوسط ومدينتي سبتة وميليا المحتلتين. وأخيرا، العاهل المغربي يعزي الرئيس الجزائري وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري، حيث بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك إثر وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي. كان هذا إجمالا زميلتي سمية أهم وأبرز عناوين الصحف المغربية التي صدرت هذا اليوم. أشكرك جزيل الشكر زميلي نبيل عبداللاوي على هذه القراءة في أبرز عناوين الصحافة المغربية. والآن مشاهدينا أنقلكم إلى آخر محطة في هذه الجولة، وهي محطة الكاريكاتير. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الصحفية. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.